يا مكة الخير بشوق يتيمني ايش مكتوب دكتور هنا؟ هذا عن عمارة المهدي العباسي. ايه مورخ سنة 67 و100 مما عمل اهل الكوفة. اهل الكوفة ايوه هذه كانت 167 هجري في عمارة المهدي العباسي. كانت ذي الاثنين العمودين نهاية المطاف انت داخل على نهاية المطاف تطلع على الصف. ايه موثق موثق هنا مما عمل اهل الكوفة هناك مما عمل الكوفيين. كوفيين أشوف 67 ومن مما عمل أهل الكوفة يعتز العراقيين إنهم عمروا.